السلام عليكم. أنا داير نتكلم عن موضوع أو داير أجاوب على السؤال اللي بيقول إنه ليه بس في أفريقيا يعني ناس كل الدول في أفريقيا بيتكلموا لغة الأجانب أو اللغات الدخيلة. ناس كتار بسألوا السؤال زي ده، بس ليه أفريقيا كله بس عندك دولة 3 دولة بس يعني بيتكلموا عنه لغة أفريقية؟ وبنفس الموضوع برضو داير أجاوب على السؤال بتاع أزمة الهوية الموجودة حاليا في السودان. أنت عارف يعني أي إنسان كل ما انطلق يعني من عاداته وتقاليده ومن واقعه، بالمناسبة ده هو قاعد يتطور، لأن أي إنسان بيحاول يهرب من واقعه بالمناسبة ده بيكون إنسان بسيط، حتى لو هو بيفتكر نفسه أنه هو قرع، ولا هو يعني بيفتكر أنه يا أخي أنه هو كلام هو صح. الحاجة اللي خلى أنه يا أخي أفريقيا كله أنه بعد الاستقلال ب60 سنة أنه يا أخي يتكلم لغات أجنبية واللغات الداخلة، بالمناسبة ده زول المثقف ذاته وزول القرع ذاته ليه هو قاعد يأذي الشغل ده؟ لأنه يعني كتار مننا انه انت بتعرف في افريقيا وبنفس الوضع الموجود حاليا في السودان، بتلقى واحد بيقول انه يا اخي هو خلاص انا كبير وانا زول دكتور وزول متعلم، بمجرد هو بعرف بس هو كلام بتاع الناس، سواء كان كلام عرب سواء كان كلام خواجات، هو المهم كلام بتاع الانسان ابيض يعني. ده خلاص ده بيكون رسيله وبيقول بتلقاه يا زول خلاص فخور به لحد ما يستاذى ويتكبر للغته هو العادات اللي هو عنده ده، ما ده يتكلم بهجوة. كتير منهم بتلقى البنكر ذاته هجوة انه هو ما عنده لغة غير لغة الأجانب دي. بجد يعني ده فيروس خطير جدا، انه يعني دخل في رؤوس بتاع كتار جدا من الناس، يعني مننا اي واحد تلقاه بعرف انه هو خلاص انا بعرف يعني كلام بتاع العرب كويس وكلام بتاع الجوجات كويس، انه خلاص بتلقاه هو بعرف انه هو خلاص انا بعرف اي شيء وانا بعرف كل شيء وانا ممكن نكون مسؤول وانا خلاص كل سياسي ذاته عشان بعرف كلام بتاع الناس. انسان بسيط جدا جدا لدرجه انه يا خلاص هو يعني بيجي يعني بيكون يعني آلة صغيرة جدا في هذا الزول اللي هو قاعد يعني يتبجح بها. كل ما تيجي تقول لي بما في ذلك ولا ما اعتقد وكيف كان وسيكون، ده بالمناسبه ده انا طوالي بفهم قال انه انت ما ملوث راسك ده فيها كميه كبيره جدا من الفيروسات بالمناسبه، لانه راسك ده كل ما زاد فيه الغربه كل ما قلل من فاعليه بتاعه، كل ما يعني انت بقيت يعني تتبجح باللغات بتاع الناس كل ما انت بقيت بسيط بالمناسبه. انت لا تساوي شيء يا زول ما بيحاول بعد ما هو يمشي يتألم حقات الناس ويجي يعني يعرف حاجات بسيطة جدا من لغات بتاع الناس ومن ثقافات بتاع الناس، ما بيحاول يتألم حقه، بيحاول ينقر ذاته. بالمناسبة خليني هي دولة رواندا اللي قبل شهرين أعلن إنه يا أخي اللغة الرسمية بتاعه بيكون اللغة السواهيلية. اللغة السواهيلية بالمناسبة ده مش هيكون اللغة القومية لأفريقيا، لكن ده الحسي كان هذا الحسي كراك سودانيين، هل عندكم استعداد عشان تتعلموا اللغة السواهيلية؟ أفريقيا ما عنده استعداد إنه عشان يتعلم لغة أفريقيا، لأن كم لغة إنسان أبي ده والله شفتها يعني سنة واحد تلقاه يتعلم خلاص كله، أو سنتين بالكثير ده تلقاه خلاص زول ترجع هو كان بيكون قاعد في السودان كلام سوداني أخوه جاره بيكون قاعد معه 2 3 ولا 5 سنة يقول لك والله أنا قال ما قادر يتعلم لغتك، وكان ماشي في بلد إنسان أبيض يعني لغته ده والله 2 سنين بس تلقاه كله يتعلم. إنسان أفريقي ومركب له مكنة خارجية، مكنة بتاع إنسان أبيض سامو لوس ده بالمناسبة. إنسان زي ده نهاية ما كنت فيه صيغة ذاته نهاية، لأنه هو إنسان ضعيف في ذاته، ده ما بقدر بمثل نفسه ذاته يمثل منه. زي هذه كتار منها اللي كانوا بيقولوا أنه نينا سياسيين ونينا
نعرفه وانا ناس كبار ونعرف الامور اللي كان رئيسهم كان كله بس كلام عرب وهني الناس كلام عرب هذا تلقى كله بس كلام عرب اللي مشى هندسه اللي خلى اللي قال انه ده هو كله كده بس نينا زولنا يا زولنا يا زول اللي بيتكلم كلام زولنا تقرب 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 لما يعمل استرينج تيش كده ده زولنا ذاته نينا فيه الثقه أنا زول ما بيخلي عاداته ولغته ده وذاته ما بيتخلى ما بيخلي حقه وما بيخلي جديدك لأن زول مجرد ما لقيته أنت وقاعد يخلي حقه ولغته وثقافته وعاداته ده وذاته هيخليك أنت وهيخلي جديتك وهو ذاته عادي جدا هيكون ورقة رخيصة جدا عند الزول الثاني اللي هو المترف له. تحية لكم أنا أمتكم كنت بس هنبه على النقطة دي ضروري لازم يا أخي نتمسكوا بحقاتنا وعادي وعاداتنا وكلامنا النور. شكرا لكم إلى اللقاء.